هنا دمهنا تحتفل بعيد ميلاد والدها بطريقتها الخاصة. نشرت صور مميزة جمعتهم من طفولتها وتصدرت الترند. وجهت له رسالة خاصة واختتمتها بحبك يا هاني. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل احتفال هنا دمهنا بعيد ميلاد والدها. احتفلت هنا دمهنا بعيد ميلاد والدها الموسيقار هاني مهنا عبر حسابها على إنستغرام، ونشرت مجموعة من الصور اللي جمعتها من طفولتها ووجهت له رسالة خاصة وكتبت فيها: كل سنة وإنت أغلى حاجة في حياتي، ربنا يخليك ليا ويديك الصحة وتبقى دايماً مبسوط وبتضحك، بحبك يا هاني. تفاعل المتابعين مع الصور وهنأوا والدها بعيد ميلاده وتمنوا لها حياة هادئة أو سعيدة برفقة والدها وزوجها. واجهت هنادي شائعات انفصالها عن زوجها أحمد خالد صالح من فترة بسبب عدم ظهورهم معاً في عدد من المناسبات، وتجاهلت هنادي هذه الأنباء وتأكد كذب هذه الأقاويل بعد ظهورهم معاً في جنازة عمة زوجها. قضت هنادي وزوجها رحلة مميزة في جزر المالديف خلال الأيام السابقة، وشاركوا الجمهور بعدد من الصور الخاصة بهذه الرحلة. تمتعت هنادي خلال الفترة الماضية برشاقة واضحة بعد فقدانها الكثير من الوزن الزائد، لكنها رفضت الكشف عن سر هذا اللوك، ورغم انتشار أنباء خضوعها لعملية تكميم معدة، لكنها رفضت توضيح الأمر وأكدت إنها اتبعت نظام غذائي وأشياء أخرى. أكدت هنادي في لقاء تلفزيوني إنها غضبت من استسلامها للوزن الزائد بعد عودتها من إسبانيا، وكشفت إنها بتتمنى إنه تعيد حفل زفافها من جديد لأنها غير راضية عن إطلالتها يوم الزفاف بهذا الوزن. وحكت إنها رح تحاول إقناع زوجها على الأقل بإجراء جلسة تصوير جديدة بفستان زفاف جديد. تصدرت هنادي الترند في موسم رمضان بعد مشاركتها في مسلسل مكتوب عليا، حيث قدم صناع العمل أغنية ست وأنا، وقام عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بتقليد الكليب اللي نشره النجوم. لا تنسوا الاشتراك بقناة ليالينا ليصلكم كل جديد.